وكالة ناسا هي وكالة حكومية أمريكية تأسست عام 1958 لبحث وتطوير المركبات الفضائية والقيام بأنشطة استكشاف الفضاء داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض. وكلمة ناسا هي اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، والتي تأسست كرد فعل على إطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنيك عام 1957. كانت وكالة ناسا خلال سنوات تأسيسها الأولى تحت إدارة حكومة الرئيس جون كينيدي، والذي اقترح أن ترسل الولايات المتحدة إنساناً على سطح القمر في نهاية الستينات. ولهذا صمم برنامج أبولو ليصبح رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ أول رجل يمشي على سطح القمر. تعتبر ناسا رائدة في مجال الطيران، ويتضمن سجلها بعثات أبولو التي أرسلت أول إنسان إلى القمر. تقوم ناسا بمهمات الاستكشاف والبحث في مجال الفضاء بوسائل مختلفة كالأقمار الاصطناعية وبعثات الروبوتات، كما أنها تقوم بدراسة علوم الأرض لمعرفة آثار تغيير المناخ. كانت الفروع المختلفة للجيش الأمريكي هي التي أجرت أبحاثاً حول عدة جوانب من استكشاف الفضاء، وكان من المفروض أن تكون الولايات المتحدة السباقة في تقنيات الفضاء، لكن إطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنيك دفع الولايات المتحدة لإنشاء وكالة ناسا لتنافس السوفيات. يذكر أن وكالة ناسا قد ساعدت على تطوير واختبار مجموعة متنوعة من الطائرات المتطورة، كما ساعدت الاختبارات وكالة ناسا المهندسين على تحسين النقل الجوي، وساهمت تقنياتها في العديد من الأنشطة المستخدمة في الحياة اليومية، مثل أجهزة الكشف عن الدخان وحتى في الاختبارات الطبية. تغير الهيكل التنظيمي لوكالة ناسا على مدى عقود، وذلك للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة والتأقلم مع التغيرات في أولوياتها بعد مشروع أبولو. يوجد مقر وكالة ناسا في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهناك 10 مراكز تابعة لها في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية يعمل بها آلاف الأشخاص. أما رواد الفضاء وهم الأكثر شهرة، فهم يشكلون جزءاً صغيراً فقط من القوى العاملة، حيث يعمل الكثير من المهندسين والعلماء في الوكالة. تغير الهيكل التنظيمي لوكالة ناسا على مدى العقود، وذلك للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة. تمتلك ناسا 4 مكاتب رئيسية، وهي مكتب أبحاث الطيران، وذلك لتطوير تقنيات الطيران المتقدمة، مكتب أبحاث العلوم، وذلك لفهم موقع وتركيب الكرة الأرضية وتطور الكون والنظام الشمسي والأرض، مكتب العمليات الفضائية. يدير هذا المكتب عمليات إطلاق المركبات الفضائية وعمليات التشغيل والاتصالات لجميع المركبات الفضائية في مدار الأرض وخارجه، ومكتب أنظمة الاستكشاف، وذلك لدعم تقنيات استكشاف الإنسان والروبوتات للفضاء. حققت وكالة ناسا عدة إنجازات، من أهمها مشروع ميركوري أو مشروع الزئبق، الذي بدأ في سنة 1958 واكتمل في سنة 1963، وهو أول برنامج لرحلات الفضاء البشرية من قبل ناسا، وقد قام بست رحلات طيران، وكانت أهداف البرنامج محددة، وهي التحقق من قدرة الإنسان على العمل في الفضاء الخارجي، أن تدور مركبة فضائية حول الأرض، استعادة كل من الإنسان والمركبة بأمان للأرض.
وفي الوقت الذي أثبت فيه برنامج ميركوري أن رحلات البشر إلى الفضاء ممكنة، فإن مشروع جيميني تم إطلاقه لإجراء تجارب ولحل مشاكل متعلقة بمهمة محتملة إلى القمر. وكانت أول رحلة لمشروع جيميني حاملة رواد فضاء كانت مهمة جيميني 3. كان برنامج أبولو مصمماً بهدف هبوط البشر على سطح القمر ثم إرجاعهم إلى سطح الأرض سالمين. قام رواد الفضاء الأمريكيين بإحدى عشر رحلة فضائية. قاموا باختيار المعدات المستخدمة في الأربع رحلات الأولى، أما السبع رحلات الأخرى نجحت ستة منهم في الهبوط على سطح القمر. وحدثت أول رحلة في عام 1968، ووقع أول هبوط على سطح القمر في عام 1969. وكان رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ هو أول شخص يمشي على سطح القمر، وكان آخر هبوط على سطحه في عام 1972. استطاع 12 من رواد الفضاء أن يمشوا على سطح القمر، وقاموا بدراسة سطحه وجمعوا بعض الصخور ليقوموا بدراستها لاحقاً عند العودة للأرض. إطلاق محطة سكايلاب الفضائية، وهي أول محطة فضائية تديرها الولايات المتحدة، وتعتبر ثاني محطة فضائية تدور حول الأرض. تعرض المختبر حين إطلاقه لعدد من المشاكل، أهمها انفصال وتحطم معظم الخلايا الشمسية، مما عرضه لنقص حاد في الكهرباء. وتم إخلاؤه من رواد الفضاء بعد سنة من إطلاقه. خلال هذه الفترة دار المختبر 2476 مرة حول الأرض في 171 يوماً و13 ساعة. أقيمت فيها 2000 ساعة من الاختبارات العلمية والطبية التي تهدف إلى معرفة تأثير انعدام الجاذبية على رواد الفضاء. وفي 11 من يوليو عام 1979 فقد سكايلاب ارتفاعه ودخل إلى غلاف الأرض وسقط. إطلاق تلسكوب الفضاء هابل، تم تسمية تلسكوب هابل الفضائي تكريماً للفلكي إدوين هابل، وهو تلسكوب فضائي يدور حول الأرض، وقد أمد الفلكيين بأوضح وأفضل رؤية للكون. بدأ بناء المشروع عام 1977، وتم إطلاقه خارج الغلاف الجوي على بعد 95 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، حيث يكمل مداره الدائري بين 96 و97 دقيقة، ويحلق بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة. وفيما يلي أسماء بعض العلماء العرب الذين عملوا في وكالة ناسا. شارل عشي ولد سنة 1947 بلبنان، وكان باحثاً رئيسياً في العديد من الدراسات والمشاريع التي قامت ناسا بإطلاقها. امتدت مسيرته المهنية مع وكالة ناسا على أكثر من 40 عاماً. كان له خلالها مساهمات بارزة في البعثات الفضائية للمريخ واكتشاف كواكب جديدة وغيرها من أبحاث الفضاء. عصام حجي عالم مصري يعمل في قسم تصنيع محركات الصواريخ الفضائية بوكالة ناسا ضمن فريق متخصص بالتصوير بالرادار. ومن أهم الأعمال التي قام بها هي تدريب رواد الفضاء من أجل المهمات المختلفة، إضافة لعمله في تدريس علوم الفضاء بجامعة باريس. كمال ودغيري مهندس اتصالات مغربي سافر إلى الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات ليكمل دراسته العليا، وهو يعتبر من أكثر العلماء الذين عملوا في مهمات الهبوط والمتابعة للمركبات التي أرسلت إلى كوكب المريخ.
وكان من المسؤولين في فريق هبوط المركبة كيوريوسيتي والتي تعمل حتى الآن على كوكب المريخ، وكان عمله يشمل متابعة الإشارات الصادرة عن هذه المركبات.